من هم محارم الزوجة جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، محارم المراه بينهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا يبدين دينكهن الا لبعولتهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن، في سوره النور: ولا يبدين دينكهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن أو بني إخوانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فمحارم المرأة هم زوجها، وقد ذكر الفقهاء قاعدة في هذا، قالوا: كل من تحرم عليه أن يحرم عليه نكاحها على التأبيد، أن يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. محارمها هم كل من يحرم نكاحها له على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كأبيها وابنها وأبي زوجها وابن زوجها وابن أخيها وابن أختها إلى آخره. وكذلك من تحرم عليه الرضاع من أرضعته خمس رضعات، أو كان أخلها من الرضاع، أو عما لها من الرضاع، أو ابن أخيها من الرضاع، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جزاكم الله خيرا.